في صنع في الأهلي النهاردة معانا واحد من نجوم النادي الأهلي الكابتن أسامة قمصان نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق للكرة الطائرة. بدأ مع النادي الأهلي عام 2001 واعتزل كرة الطائرة عام 2008. حقق 20 بطولة محلية وعربية وإفريقية مع النادي الأهلي. حصل على أحسن سنتر بلوك في أفريقيا عام 2001 وحصل على أحسن سنتر بلوك في البطولة العربية عام 2002. لعب مع منتخب مصر وحقق العديد من البطولات وأهمها الميدالية الذهبية في بطولة البحر الأبيض المتوسط عام 2005. شارك في كأس العالم مرتين والدوري العالمي مرتين وشارك في أولمبياد 2000 في استراليا. تعالوا نشوف لقاء مع كابتن أسامة قمصان نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق للكرة الطائرة وصنع في الأهلي. نطلع نشوف هذا التقرير ومن بعد فاصل ومن بعد الفاصل نرجع نستقبل نجومنا الكبار. نجم الكبير كابتن محمد كابتن ماهر همام، نجم الكبير كابتن محمد حشيش، نجم الكبير الأستاذ عصام شلتوت، أيضا الأستاذ خالد الإتري. بلعب في منتخب مصر طبعا من الشباب للناشئين، من الناشئين للشباب، وتم انتقالي من عن طريق المنتخب سنه 2001 2002. كان النادي الترسانه عارضني للبيع وكده، بس فكان النادي الوحيد هو اللي كان جد في كلامه النادي الاهلي طبعا. على طول اول ما عرف ان انا النادي الترسانه عارضني للبيع بعت فاكس على طول وبعت الاداري بالشيك وخلصت الحمد لله النادي الاهلي. معظم اللعيبه اصدقائي طبعا في المنتخب من زمان، كابتن حمدي الصافي، كابتن ايمن رشدي، كابتن ماجد مصطفى، كابتن محمد مصلحي، كابتن محمد الرحمن، كابتن وائل عايدي، كابتن عبد اللطيف عثمان، كابتن احمد صلاح، كابتن عبد الله. ابتديت 2002 كانت اول بطوله، كانت بطوله افريقيه هنا في النادي الاهلي. دي ما عرفناش الحظ وخدنا المركز الثاني، بس انا خدت احسن سنتر بلوك في البطوله. مكتب النادي الاهلي بحسس ان هو بيتي، يعني لما بخش بلعب لازم اكسب، ما ينفعش مفيش خساره خالص، يعني هو المكسب مكسب يا اما مكسب، مفيش حاجه اسمها خساره عندنا خالص. في طبعا كابتن حمدي الصافي ده بالنسبه لي اخ كبير. اما طبعا انتقلت من المنتخب من نادي الترسانه للنادي الاهلي، الصراحه ما حسيتش ان انا في يعني غريب عن طبعا عن الفرقه، ان هم كانوا زمايلي في المنتخب. كان في مواقف كتير كانت بتحصل جدا، كان في ماتش بيبقى صعب جدا، فلاقي كابتن حمدي الصافي يبقى جنبي يقول لي شد حيلك احنا معاك ومش عارف يعني ايه، يعني متكاتفين اسره واحده بالظبط، يعني ما تحسش ان هو مثلا لعيب، لا لعيب واخ وكل حاجه. يعني انا فاكر في بطوله كانت في الاردن، دي بطولة عربية طلعنا احنا والزمالك، دي سنة 2002. دي البطولة دي خدت فيها أحسن سنتر بلوك وكسبنا الزمالك في النهائي 3-0. دي كانت يعتبر أفضل بطولة ليا. وكانت في بطولة هنا برضك، بطولة أفريقية مؤهلة لكأس عالم أندية، دي سنة 2003. دي كان فيها النجم الساحلي كان في النهائي، والنجم الساحلي كان جايب محترفين، كان جايب سنتر بلوك وفرقة اربعات، واحنا الاهلي مفيش محترفين خالص، كله من نادي الاهلي، كله ايه؟ كله يعني مصري، مفيش حد من بره خالص. الحمد لله الماتش ده كان مؤهل لكاس عالم انديه، كسبناه الحمد لله 3-1، كان ماتش صعب جدا، ده الماتش ده يعني ليه ذكريات معايا. كانت بطوله في لبنان، بطوله عربيه. دي برضك كان قدامنا الريان بقى، كان الريان جاب 3 محترفين. برضك سنتر بلوك واربعات واثنينات. دي كانت اصعب بطوله الصراحه، يعني كان انا طولي 190، كان قدامي سنتر بلوك وطوله 2 متر 10، ففي فرق طول. بس الحمد لله يعني بمساعده زمايلي طبعا، كابتن حمدي الصافي وكابتن ايمن وكابتن هاني وكابتن محمد مصلحي وكابتن جمعه، قدرنا يعني نتخطى الصعب بتاع البطوله وكسبناها الحمد لله. هو جوه الطايره اكيد انا دلوقتي مدرب، بس بتاع الميني
بس يعني طموحاتي باذن الله يعني ان انا ايه انتقل لمرحله اعلى من كده شويه، يعني امسك مثلا 15 بعد كده ممكن اطلع على منتخب الشباب، في دراسات باخدها عشان اعلي مستواي وكده. ده طموحاتي باذن الله وربنا يكرم كده، وممكن يعني طموحاتي برضك مع الدرجه الاولى طبعا. اكيد هي بدايه اللعب مثلا بيبداوا من سن 8 سنين او 9 سنين. وطبعا اكيد لازم يكون طويل القامه، يكون بيلعب سباحه، بيلعب جمباز، الحاجات دي بتساعد في الفولي بول، يلعب فيتنس كتير، تحركات كتير، تحركات مهمه جدا في الكره الطايره. انا طبعا النادي الاهلي ده بعتبره بيتي، وكان حلم حياتي من زمان ان انا العب في النادي الاهلي، والحمد لله ربنا استجاب لدعائي ان انا اخش النادي الاهلي. ان انا كنت زمان كنت في الترسانه كنت بتفرج على النادي الاهلي، ايه كنت بتفرج على اللعيبه بقول نفسي اكون في الفرقه دي، والحمد لله ربنا يعني حقق لي امنياتي. جماهير النادي الاهلي طبعا لما كنت في الماتشات صراحه كان بيبقى منظرهم مفرح جدا، كانوا في ظهرنا على طول، وبحس ان هم يعني اهلي، وما بننزل اي بطوله بنبقى عايزين نكسب عشان خاطرهم هم بس. فانا بحب جمهور الاهلي جدا جدا، بحب النادي الاهلي جدا جدا فوق ما تتخيلي، وله فضل كبير عليا، وباذن الله نوعدهم كده يعني نطلع لهم اجيال تكون في نفس مستوانا واحسن مننا باذن الله.